السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي الحبيبات، طالبات الصف السادس، اليوم إن شاء الله سوف نستكمل الجزء الثالث والأخير من درس إيجاد المسافات في المستوى الإحداثي. هدف درسنا هو نستطيع استعمال القيمة المطلقة لإيجاد المسافات في المستوى الإحداثي. نفتح مع بعض الكتاب بيج 92 ونتذكر مع بعض ونراجع ملخص المفهوم. يمكنك استعمال القيمة المطلقة لإيجاد المسافة بين نقطتين لهما نفس الإحداثي X أو نفس الإحداثي Y. عندما يكون أو الجزئية عندي عندما يكون الإحداثي Y متماثلين نستعمل الإحداثيين X، وذلك طبعا لإيجاد المسافة الأفقية بين النقطتين، مثل عندنا على شبكة الإحداثيات النقطة A والنقطة B. النقطة A هي سالب 3X و5Y، بينما النقطة B 4X و5Y. أولا، في كمان عندنا قاعدة: عندما تقع النقطتين في ربعين مختلفين بجمع القيم المطلقة للإحداثيات المختلفة. يعني النقطة B بتقع في الربع الأول والنقطة A بتقع في الربع الثاني. عندما يكون عندي نقطتين بيقعين في ربعين مختلفين بجمع القيم المطلقة للإحداثيات المختلفة. هنا الإحداثيات المختلفة هي إحداثي X، بينما Y عندي متشابهة هي 5 وهنا طبعا 5. بوجد القيمة المطلقة لسالب 3 هو X زائد، لأن بجمع، لأن اتفقنا إن في ربعين مختلفين أو النقطتين لما بيكونوا في نقطتين في ربعين مختلفين بجمع، بوجد القيمة المطلقة لسالب 3 زائد القيمة المطلقة للفور. القيمة المطلقة لسالب 3 هي 3 زائد القيمة المطلقة للفور equal 4. 3 plus 4 equal 7. إذن المسافة بين النقطتين هي 7 وحدات. بينما القاعدة الثانية عندي، وهي عندما يكون الإحداثيان X متماثلين نستعمل الإحداثيين Y لإيجاد المسافة الرأسية بين النقطتين. زي عندنا النقطتين على شبكة الإحداثيات C و D، C الزوج المرتب لها سالب 4X وسالب 1Y، D سالب 4X وسالب 5Y. هنا عندي الإحداثيات X متماثلة أو متساوية، هبتدأ أعمل أو أستعمل الإحداثيين Y لإيجاد المسافة بينهم. عندي قاعدة: عندما تقع النقطتين في نفس الربع بنطرح القيم المطلقة للإحداثيات المختلفة. C و D بيقعوا في نفس الربع وهو الربع الثالث، إذن بطرح القيم المطلقة للإحداثيات المختلفة، وهنا عندنا الإحداثيات المختلفة عندي هي Y. إذن القيمة المطلقة لسالب 5 ماينس القيمة المطلقة لسالب 1. في طالبة ممكن تقول لي: ليه نس احنا طرحنا الاول سالب 5 ماينس سالب 1، ليه ما طرحناش سالب 1 وبعد كده بطرح منها سالب 5؟ لان طبعا في القيم المطلقة بطرح القيمة الاقل عندي من القيمة الاكثر. عندنا سالب 5 هي اصغر من سالب 1، اذا القيمة المطلقة لسالب 5 هي 5، القيمة المطلقة للسالب 1 1. إذن 5 ماينس 1 إيكوال 4 وحدات. نيجي بعد ذلك، طبعا القواعد دي مهمة جدا يا بنات لحل المسائل. مثال 7: في التمارين من 4 ل 9 أوجد المسافة بين كل زوج من النقاط. في مثال 7 أول نقطة عندي سالب 2 1 over 4x وسالب 8y. النقطة الثانية عندي 7 3/4 x وسالب 8 y. النقطتين هنا لهم نفس الإحداثي y، هنا سالب 8y وهنا سالب أيضا 8y. إذن بستعمل القيمة أو القيم المطلقة للإحداثي أحسنتي x طبعا لإيجاد المسافة بين النقطتين. وأيضا نلاحظ أن بيقعان في ربعين مختلفين. عرفت منين أن هما بيقعوا في ربعين مختلفين؟ لأن عندي هنا الإحداثي X مختلف الإشارة، واحدة بالسالب واحدة بالموجب،
نكتب طبعا الكلام ده، لكن انت مش مطلوب منك ان انت تكتبي النظري او الاجزاء النظريه في الامتحان، لان انت تكون انت حافظاها وعارفاها فبنحل على طول. هنبدا نكتب: النقطتان لهما نفس الاحداثي واي، اذا نستعمل القيم المطلقه للاحداثيات اكس طبعا لايجاد المسافه. وايضا النقطتان يقعان في اي من الارباع في ربعين مختلفين، لان الاحداثيات اكس مختلفه في الاشاره. إذن نجمع القيم المطلقة طبعا المختلفة، طبعا بجمع القيم المطلقة للإحداثي X، يبقى إذن بتساوي القيمة المطلقة لسالب 2.25 زائد القيمة المطلقة لسيفن 3/4 بتساوي القيمة المطلقة لسالب 2.25 هي 2.25 زائد القيمة المطلقة لسيفن 3/4 هي 7.3/4. طبعا رجعنا لدروس جمع الاعداد الكسريه، بنجمع العدد الكلي 2 + 7 = 9 3 + 1 = 4، وطبعا في المقام المقامات عندي متوحده بينزل كما هو. هنا في الجزء الخاص بالكسر الاعتيادي 4/4 يعني بتساوي 1، بجمع ال1 على العدد الصحيح عندي وهو 9 1 + 9 = 10، اذا المسافه بين النقطتين هي 10 وحدات. نيجي بعد ذلك في مثال 9، النقطة الأولى سالب 1 1/2 x سالب 6 1/2 y، النقطة الثانية سالب 2 1/2 x سالب 6 1/2 y. نلاحظ أن النقطتان لهما نفس الإحداثي y، هنا سالب 6.5 وهنا سالب 6.5. إذن بنستعمل القيم المطلقة للإحداثيات من؟ أحسنتم، بنستخدم الإحداثيات X في إيجاد أو في لنستعمل القيم المطلقة للإحداثيات X لإيجاد المسافة. ونلاحظ أيضا النقطتان يقعان في نفس الربع. عرفت منين النقطتان بيقعان في نفس الربع؟ لأن الإحداثيات X عندي لها نفس الإشارة، هنا سالب وهنا سالب، إذن بيقعان في نفس الربع. إذن نطرح القيم المطلقة لمين؟ للأعداد المختلفة أو الأرقام المختلفة عندي أو الإحداثيات المختلفة وهي X. إذن بتساوي القيمة المطلقة لسالب 2.5. طبعا اتفقنا ليه ما كتبناش في الأول سالب 1.5، لأن طبعا في الطرح القيم المطلقة بوجد أولا القيمة الأقل ثم القيمة الأكثر. سالب 2.5 هي أصغر من 1 من سالب 1.5، إذن القيمة المطلقة لسالب 2.5 بطرح منها سالب 1.5. القيمة المطلقة لسالب 2.5 هي 2.5 ناقص القيمة المطلقة لسالب 1.5 هي 1 1/2، 2 - 1 طبعا إيكوال 1، طبعا نص ماينس نص خلاص 0، يبقى المسافة عندي هي 1 1. نيجي بعد ذلك في أمثلة في التمارين من 10 ل 15، اوجد المسافة بين كل زوج من النقاط. مثال 10 عندي سالب 2x و8y والنقطة الثانية 7x و8y. أولا بنجمع الإحداثيات عندي المختلفة. أولاً القيمة المطلقة لسالب 2 زائد القيمة المطلقة لسيفن. خلاص إحنا ابتدينا إن إحنا كنا بنشرح بالتفاصيل في الأمثلة الأولى، بعد كده طبعاً إحنا بنكون فاهمين وبنحل على طول، وعرفت إمتى بجمع وإمتى بطرح. بطرح إذا كان في نفس الربع أو النقطتين في نفس الربع، بجمع إذا كان النقطتين في ربعين مختلفين. هنا نلاحظ أن
المثال 10 عندي النقطتين بقاعين في ربعين مختلفين طبعا باختلاف الإشارة، في X هنا سالب وهنا موجب، في سالب 2 7. إذا بجمع القيم المطلقة أو بوجد القيم المطلقة للإحداثيات المختلفة، وهنا عندي الإحداثيات المختلفة X. إذا القيمة المطلقة لسالب 2 زائد القيمة المطلقة لل 7. القيمة المطلقة للسالب 2 هي 2، القيمة المطلقة لل 7 7. 2 plus 7 equal 9 سنتيمتر. مثال 11، النقطة الأولى سالب 6.1 النقطة طبعا X وسالب 8.4 Y، النقطة الثانية سالب 6.1 X وسالب 4.2 Y. هنا نلاحظ أن النقطتين في نفس الربع. ليه في نفس الربع؟ لأن عندي هنا إشارة الإحداثيات X طبعا متشابهة، هنا سالب وهنا سالب، وبطرح الإحداثيات. وإمتى بطرح الإحداثيات؟ إذا كان في نفس طبعا الربع. بوجد القيمة المطلقة لسالب 8.4 × 10 ماينس القيمة المطلقة لسالب 4.2. السالب 8.4 القيمة المطلقة لها هي 8.4، القيمة المطلقة للسالب 4.2 هي 4.2. نبدأ نطرح قصور عشرية، 4 - 2 = 2 والبوينت طبعا ما نسهوش، 8 - 4 = 4. إذن الناتج هو 4.2 ÷ 10 سنتيمتر. مثال 12 1/2 X و 3 3/4 Y، النقطة الثانية سالب 4 1/2 X وعندي 3 3/4 Y. هنا بنجمع القيم المطلقة لأنهم النقطتين في ربعين مختلفين. عرفت منين؟ هنا الإحداثي X موجب وهنا الإحداثي X بالسالب. أولا بوجد القيمة المطلقة لل 12.5 زائد القيمة المطلقة لسالب 4.5. القيمة المطلقة لل 12 1/2 هي 12 1/2 زائد القيمة المطلقة لسالب 4 1/2 هي 4 1/2. نبدأ نجمع الأعداد الكسرية، 12 + 4 = 16، 1 + 1 = 1 وعندي طبعا 1 + 1 = 2 وطبعا عندي المقام عندي كما هو. اتفقنا اذا كان في الكسر الاعتيادي في العدد الكسري الجزء الخاص بالكسر الاعتيادي لو اذا كان البسط مساوي للمقام اذا بيكون 1. الواحد اللي انا عندي ده بجمعه على العدد الصحيح اللي هو الموجود وهو 16. 1 + 16 = 17. اذا الناتج عندي أو المسافة بين النقطتين 17 سنتيمتر. نيجي بعد ذلك في التمارين من 16 ل 19 أستعمل الخريطة المجاورة. أولا في مثال 16 أوجد المسافة بين قطار الملاهي 1 والأراجيح. القطار الملاهي 1 هي تمثل هذه النقطة، والأراجيح عندي هي النقطة ذلك النقطة. نلاحظ أن النقطتين في ربعين مختلفين، الأرجيح في الربع الأول وعندي قطار الملاهي 1 في الربع الثاني. وواي عندي طبعا أول حاجة بوجد الإحداثيات القطار الملاهي وهو سالب 6X و7Y، بينما عندي الأرجيح عندي الإحداثيات أو الزوج المرتب لها هو 1X و7Y. نلاحظ هنا أن إحداثيات Y متساوية، إذن بجمع القيم المطلقة أو بجمع القيم المطلقة للإحداثيات عندي المختلفة وهي X. إذن القيمة المطلقة لل 1 زائد القيمة المطلقة لسالب 6. القيمة المطلقة لل 1 بتساوي 1 زائد القيمة المطلقة لسالب 6 هي 6. 1 + 6 = 7. إذن المسافة بين قطار الملاهي و1 والأراجيح هي 7 وحدات. مثال 17، أوجد المسافة بين عجلة الملاهي وقطار الملاهي 3.
عجلة الملاهي تمثل هذه النقطة، وقطار الملاهي 3 طبعا زي ما احنا شايفينه على شبكة الإحداثيات. أولا بوجد إحداثيات عجلة الملاهي وهي سالب 6 X و 2 Y زي ما احنا شايفينها، وقطار الملاهي 3 هو بيمثل سالب 6 X وسالب 8 Y. نلاحظ هنا أن النقطتين في ربعين مختلفين، عجلة الملاهي في الربع الثاني بينما قطار الملاهي 3 في الربع الثالث، وأيضا هنا الإحداثيات X متساوية. إذا بجمع القيم المطلقة للإحداثيين المختلفين وهما Y. إذا القيمة المطلقة لسالب 8، طبعا ليه هنا طرحنا 8 الأول؟ لأن سالب 8 أصغر من سالب 6، سالب 8 أصغر من سالب 6. إذا سالب القيمة المطلقة لسالب 8 زائد القيمة المطلقة سوري بنطرح بنجمع القيمة المطلقة للإحداثيات المختلفة وهي Y. إذا بطرح سالب بجمع سالب 8 زائد القيمة المطلقة لل 2 بتساوي القيمة المطلقة لسالب 8 وهي 8 زائد القيمة المطلقة لل 2 طبعا 2. 8 plus 2 equal 10. إذا المسافة بين عجلة الملاهي وقطار الملاهي 3 هي 10 وحدات. نيجي مع بعض في مثال 18. مثال 18 اوجد المسافة الكلية التي تفصل قطار الملاهي 2 وقطار الملاهي 3 ومن ثم المزلاق المائي. طيب نحل مع بعض مثال 18. اولا بنوجد احداثيات قطار الملاهي 2، ثم بعد ذلك احداثيات قطار الملاهي 3. احداثيات قطار الملاهي 2 هي سالب 6 x وسالب 3 y، وعندي قطار الملاهي 3 احداثياتها سالب 6 x و سالب 8 y. نجد أن النقطتين في نفس الربع، القطار الملاهي 2 قطار الملاهي 3 وهو في نفس الربع اللي هو الربع الثالث. إذن بطرح القيم المطلقة للإحداثيات عندي المختلفة. إذن بطرح القيمة المطلقة سالب 8 ماينس القيمة المطلقة للسالب 3 بتساوي القيمة المطلقة لسالب 8 وهي 8 ماينس 3 بتساوي 5 وحدات. ثم بعد ذلك بحدد المسافة بين موقع المزلاق المائي وقطار الملاهي 3. إحداثيات المزلاق المائي هو 8x وسالب 8y. إحداثيات القطار الملاهي 3 هي سالب 6x وسالب 8y. نجد هنا أن إحداثيات y متشابهة وطبعا مختلفين في إحداثيات x. إذن بجمع الإحداثيات المختلفة عنده هي x سالب 6y القيمة طبعا المطلقة زائد القيمة المطلقة لل 8. القيمة المطلقة لسالب 6 هي 6 زائد القيمة المطلقة لل 8 هي احسنتي 8. 6 plus 8 equal 14. طبعا هنا احنا ما حققناش لسه هدف السؤال وهو المسافة الكلية. اذا المسافة الكلية بتساوي المسافة بين قطار الملاهي 2 وقطار الملاهي 3 زائد المسافة بين قطار الملاهي 3 والمزلاق المائي. إذن المسافة الكلية بتساوي 14 plus 5 equal 19 وحدة. نيجي مع بعض في سؤال 19. هل المسافة بين دوامة الخيل والمزلاق المائي
مساوية للمسافة بين المزلاق المائي ودوامة الخيل؟ نعم أحسنتي، لأن المسافة هي نفسها في الاتجاهين، يعني المسافة بين دوامة الخيل والمزلاق المائي مساوية لنفس المسافة بين المزلاق المائي ودوامة الخيل. وبكده يكون انتهينا من شرح التدريبات، أتمنى أن انت تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.